تنضم إلي في بلاتو الأخبار السيدة الوزيرة ليلى بن علي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. مرحبا بك سيدتي الوزيرة. إذا أبدأ معك بمراحل إعداد وتنزيل هذا الورش الملكي. شكرا سكينة الإدريسي للاستضافة. المرحلة الأولى اللي كانت في هذا الورش العظيم هو أولا جلسة العمل ديال 22 نوفمبر 2022 اللي كانت رأسها صاحب الجلالة الله ينصره، وعطى التوجيهات ديالو السامية بأولا تسريع وتسريع وتسريع تسريع وتيرة الاستثمار في الطاقات المتجددة، تسريع للاستثمارات في البنية التحتية اللي محتاجة الطاقات المتجددة، وأيضا تقليص كلفة الطاقة، وأيضا تموقع في هذا الاقتصاد الجديد، توقع بشكل فعال بالجودة اللازمة في هذا الاقتصاد الجديد والجودة طبعا ديال هذا. فلذلك بلورنا العرض ديال المغرب باش يشمل اولا الاطار التنظيمي، الاطار المؤسساتي، المخطط، واحد المخطط شفاف ديال تخطيط ديال البنيه التحتيه اللي كتلتزم، وايضا كيف ما تكلمتوا في الروبورتاج ديالكم البرنامج الاستثماري ديال اللي كان تقدم اسبوعين من بعد هذه الجلسه في ديسمبر 2022 ديال المجمع الشريف للفوسفات اللي غيكون، اللي طبعا غادي يكون فيه الاستثمار في سوق الاسمده الخضراء، ولكن ايضا وهذا جد نقطه جد مهمه الاستثمار في الطاقات، في الطاقه الخضراء وتحليه المياه البحر اللي كتجي من الطاقه الخضراء ايضا. هذا الشيء كيتوج اكثر من 15 سنه ديال التجربه المغربيه في تطوير الطاقات المتجدده منذ الاستراتيجيه الطاقيه ديال 2009، واكثر من 32 سنه ديال التجربه المغربيه في استقطاب القطاع الخاص في ميدان الطاقه. طيب كيف سيساهم هذا الورش في تسريع الانتقال الطاقي وضمان الامن الطاقي للمملكه سيد الوزير؟ اولا من اشتغلنا في هذا العرض ديال المغرب اشتغلنا بدقه حول مجموعه من الاليات، الاليات ديال التحفيز طبعا وتوزيع المخاطر ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. فالمساهمه ديال هذا الورش هو اولا دفعه نوعيه وكميه في الاستثمارات في الطاقه والاستثمارات في البنيه التحتيه والشبكه. كيف ما كتعرفوا المملكه المغربيه محتاجه اليوم الى مضاعفه الاستثمارات في الطاقه المتجدده في السنه ثلاثه المرات، وابتداء من 2023، فما نقدروش نتسناو حتى 2030 باش نبداو هذه الاستثمارات، ومضاعفه الاستثمارات في الشبكه الكهربائيه خمسه المرات في السنه ابتداء من 2023. فهاد المشروع ديال الاستثمارات في الهيدروجين الاخضر غادي يساعد في الدفعه، هاد الدفعه ديال الاستثمارات وتخطيط المحكم للبنية التحتية الطاقية. الدفعة الثانية اللي غادي نعطيها هو الإصلاح، دفعة في الإصلاح المؤسساتي والتنظيمي. طبعا شركة مازن هي واحد الشركة حكومية اللي غتشتغل معنا وغتكون هي اللي غتستعمل كمحفز لهاد المواكبة المستثمرين، ولكن هذه أيضا مرحلة باش نشتغلوا في الإصلاح المؤسساتي والتنظيمي ديال هذا القطاع اللي عرف بعض التعثرات في السنوات الماضية. فلذلك حنا بغينا نشتغلوا على التحول وهذه الإصلاحات اللي كانت خاصة في ميدان الطاقة. وطبعا الدفعة الثالثة اللي غتعطى هي في التنمية المحلية ديال كل مناطق، الأربع مناطق اللي غتكون فيها الاستثمارات ديال الهيدروجين الأخضر، وأكثر من إن شاء الله 400 ألف فرص شغل في أفق 2050 اللي غتعطى في هذا المجال. شكرا لك السيدة الوزيرة ليلى بن علي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. شكرا لكل هذه المعطيات ولحضورك معنا في بلاتو الأخبار. شكرا لكم. شكرا.